وعبر شاشة القاهرة الإخبارية ننتقل معكم مباشرة إلى تركيا، حيث هذا المؤتمر الصحفي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة. إلى هناك بشكل صحي وسليم. أما بالنسبة إلى خط الأنابيب الجنوبية، أيضا هو له الدور المفتاحي في تأمين الغاز للدول الأوروبية أيضا. لذلك بالنسبة إلى تأمين حلقات الغاز وسلاسل الغاز ومصادر الغاز سيكون مهما، وأعتقد أنه لنا دور استراتيجي في هذا الصدد. بالنسبة إلى التجارة بين الشرق والغرب، هناك الكثير من المشاريع التي حققناها، من ضمنها الممر المتوسط. هذا الخيار الآن أصبح خيارا بديلا للتجارة وللتبادل التجاري في المنطقة الشرقية والغربية حدا سواء. طبعا اليوم اجتماعنا يؤكد التضامن، والتضامن هو القوة بالنسبة إلينا. طبعا مع انضمام جمهورية شمال قبرص التركية ستتمكن الهيئة هذه والمنظمة هذه من الحصول على قوة ممكنة وأكبر قوة ممكنة. جمهورية شمال قبرص التركية والاعتراف بجمهورية شمال قبرص التركية والاعتراف بإخواننا القبارصة الأتراك ورفع كل التحديات عن الشعب القبرصي أمر مهم للغاية بالنسبة إلينا. إنهاء الحرب في أوكرانيا بشكل يرمي إلى السلام وبشكل عادل أمر مهم للغاية بالنسبة إلينا. لذلك نحن نستمر بمبادرتنا منذ البداية ونستمر بتواصلنا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي منذ الأيام الأولى لاندلاع هذا الحرب. ضمن هذه المحادثات وضمن هذه الاتصالات المستمرة كنا قد أكدنا على أنه بإمكان الأطراف أن تجتمع في طاولة الحوار من خلال الخطوات المتخذة سابقا، منها اتفاقية نقل الحبوب وأيضا تبادل الأسرى وأيضا تأمين عدد كبير من المشاريع الأخرى. نحن الآن نشعر بسعادة وسرور لاستطاعتنا على جمع الأطراف على طاولة الحوار، ونتمنى أن يعودوا في أقصر وقت ممكن إلى هذه الطاولة. وطبعا بالنسبة إلى العودة إلى منظمة الدول التركية والناطقة باللغة التركية، ستكون الاجتماعات المقبلة في مدينة تركستان وهي العاصمة المعنوية بالنسبة إلينا والتي تربطنا فيها روابط تاريخية. خارطة الطريق 2022 و2026 هي الوثيقة الاستراتيجية للوصول إلى أهدافنا وإلى أهداف المنظمة. قبل أن أنهي كلمتي أود أن أبارك عيد النوروز وأيضا أن أبارك بشهر رمضان المبارك القادم لنا وللعالم الإسلامي، وأن يكون وسيلة خير لنا وللأمة الإسلامية. وأتمنى أن تكون قمة المنظمة هذه اليوم وسيلة خير لنا وللمنطقة وللدول كافة. قبل أن أنهي كلمتي الآن، ما يقرب من 50,000 متوفي كما تعلمون جراء زلازل الجنوب التركي. أسأل الله الرحمة لأرواحهم والصبر والسلوان لأهلهم. الآن أعطي الكلمة لرئيس المنظمة الدوري الرئيس الشيخ